الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، أبواب الأدب عن رسول الله على رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الاتكاء. روى المصنف بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. ولذلك الرواية الأخرى عن سماك عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في شمائله بهذا الطريق وزادت على يساره، وقد تفرد بها إسحاق بن منصور، لذا قال عنه غريب. لذا قال عنه غريب. وهنا فيها حال الاتكاء، أن يتكئ، والأصل في ذلك الإباحة ما لم يدل الدليل على الحرمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل يتكئ على يده اليسرى، على كف يده اليسرى خلف، هذه درعة، قال: هذه جلسة اليهود، أو قال: هذه جلسة أهل النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاضطجاع على البطن لأنها محال مشابهة حال أهل النار. لكن الاتكاء هنا كان الاتكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحالات ومن الهيئات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصلها، وأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة بأبي وأمي على يساره. والحق أن نقول اتكأ على يساره أو اتكأ على يمينه، فإنها على الأصل، وهي على الإباحة ما لم يدل الدليل على حرمتها. المهمة جدا وهي أن الاتكاء أمام أحد، يعني أن يكون متكئا هكذا على يساره، أن الاتكاء على يساره يعني تعرفون بجنبه على يساره، الاتكاء على يساره وسط الناس لا تخشى المروءة، وليس فيها شيء ينكر بحال من الأحوال. فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارا، وأن هذه الحال ليست خادشة للمروءة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على الجواز. وكل معتمد على شيء متمكن منه متكئ، كما قال الخطابي. وهذا الحديث أيضا أخرجه الدارمي وصححه أبو عوانة وابن حبان. فهذه الهيئة من الهيئات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت أنها هيئة من الهيئات التي لا تنكر، وعلى الأصل الإباحة لا الهيئات التي ننكرها. يبقى كل هيئة أتى بها الإنسان فهي على الإباحة ما لم يدل الدليل على الحرمة أو الإنكار. الفوائد المستنبطة: الأصل في هيئات الإنسان المكلف على الإباحة. ثالثا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. سعة الشريعة التي لم تترك شيئا إلا أتت به حتى في الهيئات، تبين لنا الهيئة التي تجوز والتي لا تجوز. أنا طبعا المسند ليس بابه الآن ولا على حالي يعلم الله به، ولكن حتى لا يخلو المقام من درس سنكمل درس جمع الجوامع، نريد أن ننتهي من أبواب الأصول فيه. وأيضا أنا أفكر في هذا الباب إدخال السنن، بحيث الأجل يعلم الله به، فنريد أن ننتهي من مما علينا. طيب، كتاب جمع الجوامع بلغنا في الكلام على التقليد، وأن التقليد هو ليش تقليد مأخوذ من القلادة، هو أن الإنسان يأخذ قول الغير بغير دليل. هذا المقلد، المقلد هو أن يأخذ قول الغير بغير دليل. وطبعا سواء التقليد مزموم كلية أو غير مزموم، والحق أن التقليد مزموم، وأن الأمة لابد فيها من الاجتهاد. نعم. طيب، وقلنا من يلزمه التقليد، بيان ذلك مسألة تكرر الوقعة. إذا تكررت الوقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيه ذاكرا الدليل الأول، وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا، وكذا يجب تجديده إن لم يتردد يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا الدليل، لا إن كان ذاكرا له. فإذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل، كان أخذا بشيء من غير دليل يدل عليه، وهذا نوع تقليد وليس فيه اجتهاد. من غير دليل يدل عليه، والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، بخلافها إذا كان ذكرا للدليل فيجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين، وتجديد النظر هذا حتى يلغي مسألة التقليد عن نفسه. كذا العام يستفتي العالم في حادثة، ولو كان العالم مقلدا ميت بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ثم تقع له تلك الحادثة، هل يعيد السؤال؟
لمن أفتاه أي حكم المجتهد في إعادة النظر فيجب عليه إعادة السؤال، إذ لو أخذ بجوابه الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير الدليل، وهو في حقه قول المفتين وقوله الأول لا ثقة ببقاء عليه لاحتمال مخالفته له بالطلاع على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا أو نص الإمام، يعني لابد من تجديد النظر مرة ثانية فيه. مسألة التقليد، التقليد المفضول، ما بينكر علينا أننا ننكر عليه. مسألة التقليد المفضول، يجوز التقليد المفضول من المجتهدين وفيه أقوال، طبعا أصلا لو وجد الأعلم لابد من الرجوع إليه. وفيه أقوال أحدها ورجعه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار. ثانيا لا يجوز لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال. الله أكبر. كما أنه لا يجوز الأخذ بأقوال المشاهدين إلا بقول الراجح من الأدلة، فأيضا لابد من أخذ بالراجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل يعرف العامي بالتسامع وغيره. وهذه إجابة معروفة هنا لما يقولون طب من أين أعلم أنا الفاضل من المفضول، ما كلهم على فضل، من أين أعلم؟ بالتسامع، يعني الله جل وعلا يجعل له شهرة، الله جل وعلا يجعل له شهرة فيعلم. ثالثا المختار يجوز لمعتقده فاضلا غيره غيره أو مساويا فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف أن يعتقده مفضولا كالواقع جمع بين الدليلين. والصحيح أنه يرجع للفاضل لأنه لابد أن يرجع للراجح وجوبا. ومن ثم من هنا وهو هذا التفضيل المختار، أي من أجل ذلك يكون لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعيينه، لعدم تعيينه بخلاف ما من منع مطلقا، فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم تعين لأنه يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقادي، لأنه يعتقد أن هذا هو الأعلم إذن يأخذ به ويقدمه. والراجح هو علما فوق الراجح ورعا في الأصح، يعني الراجح علما يرجع عليه لا الراجح ورعا. يجهل كثير من الوسط الملتزم هذا الكلام جهلا تاما، ما أريد أن أصرح يجهلون جهلا تاما. وبعدين الورع هذا ورع القلب، ما أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. سبحان الله. وجب الرجوع للأعلم لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف ما زيادة الورع، وقيل بالعكس لأن زيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم. وصحيح الأول واحتمل التساوي لأن لكل مرجحا، وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول. آخر شيء تقليد الميت، ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى المذاهب لا تموت بموت أربابها، خلاف الإمام الرازي في منعه قال أنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. قال تصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه على المختلف فيه. شوفوا هذا الكلام، هذا تقليد الميت هذا يهدم كل المذهبية، يهدمها تماما. نقول به ونقول يجوز تقليده عشان إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. ورابعا قال الصغير الهندي يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه، وهذا صحيح يجوز تقليده فيما نقل عنه أو نقل عنه مجتهد، ولكن لا يترك العلماء المعاصرين في النوازل. طبعا نقف عند هذا ويكون الدرس الليلة قد انتهى فضل في علاه. أسأل رب أن يقويني وألتقي معكم في الليل لابن بطأ وصحيح البخاري لا حول ولا قوة إلا بالله. السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما.